طيب خلينا نطلع نشوف اخبار المونديال، اخبار المونديال من خلال زميلتنا مريم سميح اللي هتكون معانا على الهواء مباشره او بتنضم لينا على الهواء مباشره علشان تقول لنا يا كابتن هاني كل الاخبار بقى كالعاده وزي كل سنه. ازيك يا مريم؟ وكل سنه وانت طيبه وربنا ما يقطعها عاده. ازيك يا كابتن اسلام؟ برحب بيك طبعا، برحب بيك يا كابتن هاني، برحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. خليني بس قبل ما ابدا كلامي اقول لك الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. اسلام ربنا يخليك، نورت الشاشه مره تانية. كان غياب الحقيقه يعني اكيد لمده اسبوع غياب طويل عن الشاشه، ولكن الحمد لله على سلامتك مره تانية. واكيد ببقى مبسوطه جدا ان انا معاكم في انطلاقه اولى حلقات الاهلي في المونديال. كل سنه دي ثالث سنه ليا، بستنى من السنه للسنه عشان اكون متواجده معاكم. طبعا اكيد شرف كبير، والحقيقه ان الاهلي مش بيخذلنا ابدا ان احنا نكون موجودين، دي رابع مره على التوالي والتاسع مره في التاريخ، فاكيد ده شرف لينا كلنا، الحدث التاريخي اللي بيشارك فيه النادي الاهلي، وان شاء الله يحقق نتائج مرضيه بالنسبه لجماهيره وتبقى البدايه الانطلاقه طبعا يوم الجمعه مع اتحاد جده. طبعا الحقيقه ان احنا النهارده معانا عدد كبير جدا من الاخبار سواء الخاصه بالبعثه، وايضا يعني سلطنا الضوء على الصحف سواء العربيه او كمان العالميه قالت ايه عن مشاركه النادي الاهلي وعن مباراه النادي الاهلي كمان امام نادي اتحاد جده. طبعا خلينا نبدا باخبار بعثه النادي الاهلي وحرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي على لقاء لاعبي الفريق وجهازهم الفني قبل التوجه لاداء مرانهم الثاني في جده على ملعب التدريب 3 بمدينه الملك عبد الله الرياضيه استعدادا لخوض غمار بطوله كاس العالم للانديه. وحرص طبعا الكابتن محمود الخطيب على التواجد مع بعثه النادي الاهلي من اجل دعم وتحفيز اللاعبين على الظهور بشكل يليق باسم المارد الاحمر قبل مواجهه اتحاد جدة السعودي. وواصل طبعا المارد الأحمر تدريباته اليوم على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية استعدادا لمباراة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل. ده طبعا بيأتي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية واللي بتحتضنها المملكة العربية السعودية. وحارس مارسيل كولر المدير الفني للفريق على إقامة المران بشكل مغلق أمام وسائل الإعلام من أجل توفير أكبر قدر من التركيز للاعبين، كما حرص أيضا على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي. شرح طبعا كولر بعض الأمور الخططية والفنية قبل إجراء بعض التدريبات البدنية مع انطلاق المران، وركز أيضا كولر على بعض الجمل الفنية والتكتيكية بالإضافة لإعطاء بعض التعليمات للاعبين، كما ركز أيضا على إنهاء الهجمات بشكل جيد من أجل استغلال الفرص اللي بتتاح للفريق في تسجيل الأهداف. يمكن أنا عايزة أتوقف هنا شوية طبعا عن فكرة المباراة، أتكلم مع حضرتك يا كابتن هاني وأتكلم معاك كابتن إسلام. مباراة هامة جدا، أنا سمعت حضراتكم تكلموا عنها في بداية الحلقة طبعا، إنه فكرة عدم يعني رضا الجماهير عن نتائج النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره ده ملوش علاقه بفكره الدوافع اللي عند النادي الاهلي، اكيد هتكون مختلفه في مباراه طبعا يعني الاتحاد. ولكن خلينا نتكلم، عايزين الجمهور يمكن عنده بعض من القلق، ناس بتقول 50-50، ناس بتقول لا 60-40، فلو هنتكلم عن النسب ولا هل هي شايفين ان هي مباراه غير متوقعه ابدا بالنسبه للنتيجه؟ أنا في اعتقادي النسب بتبقى نسب، يعني في إنك تحطي نسبة الفوز أو الخسارة بتبقى صعبة شوية، يعني كله بيتوقف الحقيقة على حاجات كتيرة جدا يوم المباراة. اعتقادي الشخصي التحضير مهم جدا، وأنا يعني أكيد متأكد إن نادي الاتحاد بيحترم النادي الأهلي، ويمكن الفوز على أوكلاند ده بيزيد من اللعيبة ثقة وبيديهم دفعة كبيرة. إحنا على المستوى الآخر إحنا قافلين تماما كل ما يخص الكرة المحلية سواء الدوري أو البطولة الأفريقية ومركزين في هدف واحد. وأنا ساعات باخد الجزئية أن أنت لما بتبقى طالع من أزمة فنية شوية بيكون التركيز أكتر شوية يا كابتن إسلام، بيكون عند اللعيبة يعني عايزين يفرحوا جماهيرهم، عايزين يثبتوا لجماهيرهم أن إحنا على قد المسؤولية. أنا باخد كل الإيجابيات الحقيقة في الفترة ديت، ما بحبش أفكر في السلبيات، لأن أنت لو خدت معاك أي سلبية أو فكرت في الماضي مش هيكون شيء جيد. يعني هو بيفكروا في تارجت وأجواء مختلفة وعندنا كأس عالم ونفس، أكيد أنا لو من اللعيبة هفكر إن أنا عايز ألعب مباراة نهائية قدام المان سيتي، كل دي دوافع يعني. خلي بالك هو برضه يا مريم كلاعب انا هبقى عايز اعمل ايه؟ عايز اوري نفسي لاتحاد جده، واوري نفسي لمانشستر سيتي، واوري نفسي الدوافع نفسها هتبقى مختلفه.
واقول للناس ان انا راجل، انا فلان الفلاني اللي بلعب في النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا. انا بشوف ان الدوافع مختلفه تماما، كل حاجه مختلفه. وزي ما قلنا في البدايه، انا وجهه نظري ان هذه المباراه 50-50. ليه؟ فريقين كبيرين، الاكبر في افريقيا والاكبر بيلاقي الاكبر في اسيا، وبالتالي هنشوف مباراه حلوه جدا. احنا كاهلاويه نفسنا الاهلي يكسب. هو كمان عايز اقول لك مريم، حتى لما احمد حجازي سالوه عن المباراه ديت قال لك هي مباراه ما بين الاقوى على مستوى الاسيوي والاقوى على مستوى الافريقي، وبالتالي مباراه الى حد كبير متقاربه جدا جدا. ولكن انا من رايي الشخصي لو النادي الاهلي بيقدم الاداء اللي احنا عارفينه، انا ممكن جدا تكون النسبه بالنسبه لنا اكبر، توصل 60-40. صح، انا بتفق مع كابتن اسلام يمكن في موضوع 50-50 ده، خاصه ان هو ديربي عربي كبير جدا، والجماهير كمان يمكن جماهير او الجاليه العربيه والاهلاويه في السعوديه كبيره جدا. صحيح. لا تقل ابدا اهميه عن جمهور نادي الاتحاد. خلينا نستكمل اخبارنا واخبار برضو البعثه، وتسلم المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي ورئيس بعثه الاهلي في السعوديه شهاده توثيق مشاركه الاهلي للمره التاسعه في كاس العالم للانديه من وفد الفيفا واللجنة المنظمة للبطولة. وعقد مسؤول اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية ووفد فيفا اجتماعا تحضيريا مع بعثة الأهلي في فندق الإقامة بجدة. وحضر الاجتماع من بعثة الأهلي كل من حنان الزيني منسق البعثة ومدير الترخيص واللوائح، وخالد بيبو مدير الكرة، وجمال جبر مدير الإعلام، ولواء علاء صلاح المنسق الأمني، والدكتور أحمد جبالله طبيب الفريق، ووائل محمد إداري الفريق، وأيضا أحمد التوخي مسؤول التسويق. ومن الوفد الإعلامي حضر عبد الحميد جلال ومحمد سلطان. ويمكن شهد الاجتماع التحضير للتأكيد على كافة الأمور التنظيمية والإدارية الخاصة بالبطولة والملاعب اللي بتستضيف المباريات وملاعب التدريب أيضا والانتقالات وفندق الإقامة ووصول الفريق لملعب المباراة. وصل هاني حسام مسؤول الحجز والرحلات بالنادي الأهلي متابعة كافة الإجراءات الخاصة بإقامة بعثة الفريق في فندق الإقامة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية استعدادا لبطولة كأس العالم للأندية. وعمل هاني حسام بشكل مستمر على ترتيب كافة الإجراءات الخاصة بإقامة بعثة الأهلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية ومسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. أيضا أنهت حنان الزيني منسق بعثة فريق النادي الأهلي ومدير اللوائح والتراخيص كافة الأمور الإدارية الخاصة بالبعثة المتواجدة في المملكة العربية السعودية مع اللجنة المنظمة ومسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتنسيق مع المهندس خالد مرتجي رئيس البعثة، للاطلاع طبعا على كافة الأمور الإدارية والفنية والتنظيمية الخاصة بالبطولة. أحمد التوخي مسؤول التسويق بالنادي الأهلي واصل لمتابعة الدورية لكل الأمور المتعلقة بزي الفريق الذي سيرتديه في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية. وكانت طبعا بعثة الفريق تسلمت الزي الخاص بالمشاركة المونديالية من الشركة المسؤولة عن توريد الملابس. وحرص اللواء علاء صلاح المنسق الأمني لبعثة فريق الأهلي المتواجدة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية على عقد اجتماعات متواصلة مع المنسق الأمني للجنة المنظمة للبطولة وأيضا مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للوقوف على إنهاء كافة الترتيبات الأمنية الخاصة ببعثة الفريق وكافة الاستعدادات الأمنية للمباراة المقبلة أمام اتحاد جدة يوم الجمعة المقبل. دلوقتي بقى هنروح لتركيز الصحف العالمية طبعا والعربية على المواجهة المرتقبة اللي هتجمع ما بين الأهلي واتحاد جدة السعودي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، حيث ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أنه من المتوقع أن تكون مواجهة الاتحاد والأهلي مثيرة، حيث سيواجه حامل الدوري السعودي للمحترفين النسخة الماضية والفائز على أوكلاند سيتي ممثل إفريقيا الأهلي المصري.
أيضا صحيفة ذا ناشونال سلطت الضوء على أن كريم بنزيما يقاتل من أجل الذهاب بعيدا في كأس العالم للأندية، فقد قاد طبعا فريقه للفوز على أوكلاند سيتي بثلاثية مقابل لا شيء، وبيضرب موعدا في الدور الثاني ضد الأهلي بطل إفريقيا. وسلط الموقع الرسمي للاتحاد الاسيوي لكره القدم الضوء على تصريحات الفرنسي يانغلو كانتي لاعب نادي اتحاد جده السعودي، الذي اكد لزملائه على صعوبه التحدي المقبل امام الاهلي في الدور الثاني ببطوله كاس العالم للانديه بعد الفوز طبعا على اوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثيه في الدور الاول، مشددا على ان الاهلي فريق جيد وهو بطل افريقيا، وبالتالي يتوقع مباراه قويه ويجب الاستعداد بأفضل صورة ممكنة. صحيفة الشرق الأوسط الحقيقة برضو سلطت الضوء على تعليق البرازيلي إيجور كورونادو لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، اللي أكد أيضا على صعوبة المهمة اللي بتنتظر فريقه أمام النادي الأهلي يوم الجمعة المقبل في بطولة كأس العالم للأندية، مشددا على وجوب التركيز في المواجهة المقبلة وبذل قصارى جهد اللاعبين أمام كون الأهلي فريق قوي لا يمكن الاستهانة بلاعبيه على الإطلاق. وأيضا سلطت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية الضوء على المواجهة المرتقبة والمقبلة ما بين النادي الأهلي ونادي اتحاد جدة، وكتبت بنزيما يسجل في فوز الاتحاد على أوكلاند سيتي والتحدي الآن أمام النادي الأهلي. أيضا السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يعني هنأ الفرنسي كريم بنزيما نجم فريق الاتحاد السعودي بعدما أصبح أول لاعب يسجل في أربع نسخ مختلفة من كأس العالم للأندية، لأن طبعا أسهم بنزيما في فوز فريقه بثلاثية على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الأول من مونديال الأندية بعدما سجل الهدف الثالث لفريقه. ونشر طبعا إنفانتينو منشورا كتب فيه تهانينا كريم بنزيما لأنك أصبحت أول لاعب يسجل في أربع نسخ مختلفة لكأس العالم للأندية، إنجاز مذهل ومن لاعب عظيم. حقيقة احنا اكيد زي ما بنتكلم عن بعثة فريق النادي الاهلي بيهمنا اكيد في برنامج الاهلي في المونديال ان احنا نتابع اخبار بعثات الفرق الاخرى، ويعني الخبر ده بيتكلم عن بعثة فريق فلومينينسي، وصلت طبعا البعثة لفريق فلومينينسي البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس الى المملكة العربية السعودية اليوم استعدادا للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية. من المنتظر طبعا ان يلعب الفريق البرازيلي في قبل نهائي البطولة مباشرة. طبعا هتنتظر البعثة الفائز من مباراة ربع النهائي ما بين النادي الأهلي ونادي الاتحاد السعودي يوم الجمعة المقبل. طبعا دي كانت كل أخبارنا النهاردة في الأهلي في المونديال الخاصة ببعثة النادي الأهلي وفريق النادي الأهلي، وأيضا تسليط الصحف سواء العالمية أو العربية عن المواجهة المرتقبة الهامة جدا للنادي الأهلي يوم الجمعة المقبل. يعني بنأمل أن احنا نكون قدمنا لجمهور النادي الأهلي وجبة الحقيقة مليئة بعدد كبير من الأخبار الهامة اللي بتخص بعثة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. الحقيقة بنشكرك شكرا جزيلا، يعني غطيتي جزء كبير جدا وجزء مميز جدا كالعادة مريم، بنشكرك شكرا جزيلا.